وبعدين معظم الاحزاب ما نقلقش منها قوي. ليه؟ يعني قد يقول لك علماني ده، ليبرالي ده، مش عارف ده ديني ده، لا ما نخافش، الناس كلها مخلصة وطنية، كل واحد بيجتهد، ما نخافش من اي حزب. دكتور احمد، يعني عفوا استاذ مصطفى، دكتور احمد، يعني اللي حضرتك شفته موجود على الساحة المصرية في المرحلة الاولى من تكدس السادة المواطنين المصوتين ان هم رايحين ينتخبوا رجال وسيدات كبار وشباب، كل الفئات، كل الطوائف المختلفة، كل الأعمار موجودة بالفعل على الساحة المصرية، رايحين اللجان الفرعية او اللجان العامة للتصويت، تقييمك لهذه الجزئية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يوم الانتخابات بدأت الناس تحس بالثورة، يعني اول يوم اتجمع فيه الناس واتجمع فيه الشباب بدأ يحس بالثورة. ليه؟ الكل عارف ان مصر بتمر بأدق مرحلة في تاريخها، فأدق مرحلة، لإما عندنا طريقين، الطريق الصحيح أن نوجه الثورة بتاعتنا لطاقة إيجابية نحو الإصلاح والبناء. الإصلاح والبناء، إحنا هنبني نظام، فبناء لبناء أي نظام، لهذا الكلام من خبير التطوير، لبناء أي نظام هنحتاج لحاجتين، الأساس والمكونات. أساس النظام هو البني آدم، هو العقل أساس النظام، إذا صلح الإنسان صلح النظام، وإذا فسد الإنسان فسد النظام. والمكونات، مصر تملك الكثير، تملك العقول، تملك الخبرات، تملك الموارد، تملك كل شيء، لكن بناء النظام المهم البني آدم والإنسان. النسبة الكبيرة دكتور أحمد كانت من الشباب الموجودة على الساحة المصرية أثناء الانتخابات. تمام. الشباب بيلعب دور خطير جدا. انا المشكلة في بناء الانسان او بناء الشاب او بناء الكبير او بناء الصغير، بناء النظام ككل، انا محتاج لثلاث عناصر رئيسية عشان ابني الانسان، او اعيد هيكلة، اعيد هيكلة النظام لبناء نظام جديد. من التحليل على ارض الواقع ان انت هتلاقي عندك الثلاثة دول اللي يتحكموا في بناء الانسان. الاعلام ده اول حاجه، لان انت عندك اعلام ما فيش ضمير يبقى الشعب بلا وعي، الشعب غايب. تمام. عندك رجال الدين، رجل الدين المفروض يقف يبقى ملك للجميع، وليس ملك لحزب سياسي، اللي هي القوه الناعمه بالمعنى الاصلي. أيوة. انا بتكلم على رجل الدين، لابد سواء رجل الدين الاسلامي او رجل الدين المسيحي يبقى ملك للكل، ولا يحصر فكره في حزب سياسي هو منتمي ليه. ده رجل الدين. رجل القانون، القوانين كتير، وللأسف القوانين كلها زي شبكة العنكبوت. كان قبل كده يعني لا يقع في شبكة العنكبوت ده إلا الحشرات الصغيرة. ده بالنسبة للثلاثة أو الثلاث الخطير. نعم. بالنسبة لبناء البنات. نعم. اسمح لي أن أنتقل للسيد اللواء يسري العشباوي. يعني شفنا في هذه المرحلة نجاح منقطع النظير، كل دول العالم تحدثت أنه لا يوجد انفلات أمني في هذه المرحلة، ويمكن أنا في البداية قلت أتمنى طبعا أن ما يكونش فيه انفلات أمني في الأيام العادية وليس فترة الانتخابات فقط.